مزيد من القراءة والمتابعة لهذا المشهد، ينضم إلينا من القاهرة محمد عبد الرازق الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية أستاذ محمد، من مجمل ما أشرنا إليه في سياق أخبارنا وما يتوارد من أخبار في سياقات مختلفة سواء من الإعلام الإسرائيلي أو من عدد من المصادر، ما الذي يمكن أن تقرأه لفرص إيجاد مخرج حقيقي قبل الوصول إلى حافة الهوية في هذه الدائرة المغلقة من المباحثات؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. بداية يمكن القول أن المقترح المصري للاتفاق بين حماس وإسرائيل فيما يتعلق بتبادل الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ربما غطى العديد من الجوانب التي يريدها الطرفان، ولكن في الوقت الحالي يبدو الطرف الإسرائيلي أكثر تعنتا فيما يتعلق بالموافقة، خاصة من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يمكن القول أنه أصبح أسيرا لتوجهات الوزيرين المتطرفين في حكومته إتمار بن جفير وبتسئيل سموتريتش اللذين يعدان الطرفان الأساسيان الرافضان لهذا الاتفاق، ولذلك يبدي نتنياهو حتى الآن ربما معارضة للاتفاق حتى عرقل وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لاستكمال المباحثات ولتقديم رد إسرائيلي على مسودة الاتفاق. ولكن في هذا الوقت هناك العديد من الضغوط التي تمارس على إسرائيل للمضي قدما في هذا الاتفاق، وخاصة وكذلك للحيلولة دون اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، خاصة إذا ما أشرنا إلى ما نشره منذ قليل موقع أكسس الأمريكي بأن الولايات المتحدة ربما عرقلت أو علقت وصول صفقة ذخائر أمريكية الصنع إلى إسرائيل، وهي أحد وسائل الضغط الأمريكية على القيادة الإسرائيلية للتوصل إلى الاتفاق، خاصة وأن الغاية الأسمى في هذه اللحظة بالنسبة للولايات المتحدة هي منع اجتياح مدينة رفح لما لذلك من تأثيرات كبيرة على الداخل الأمريكي قبل أن تكون على إسرائيل. طيب، إذا كان هذا هو موقف نتنياهو الواضح يعني منذ اللحظة الأولى فيما يتصل بأي مفاوضات أو أي انفراجة في المفاوضات، ما الذي يمكن أن نفهمه أيضا من تصريحات وزير الدفاع حيث هو شخصيا يعني أبلغ نتنياهو ومجلس الوزراء الحرب بأنه المعروض من أوراق في هذا الإطار، في إطار ورقة المعروضة من مصر جيد جدا ويمكن البناء عليه، بل أنه طالب نتنياهو والمجلس بالقبول به؟ يعني مثل ما أشرت مسبقا، نتنياهو والوزيرين بن جفير وسموتريتش هما الأطراف الأكثر معارضة للاتفاق، أما بقية الأطراف داخل إسرائيل سواء في مجلس الحرب بما يشمل بني جانس وبقية الوزراء وحتى وزير الدفاع ورئيس الأركان بالإضافة إلى المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لبيد هما في صف التوصل إلى الاتفاق والموافقة على وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. موقف وزير الدفاع يؤاب جالنت من الاتفاق وحثه بنيامين نتنياهو على التوصل إلى الاتفاق والمضي قدما فيه يرجع بصورة أساسية إلى إدراك متنامي لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية ليس من الآن وإنما منذ أشهر مضت بأن تحقيق الأهداف العسكرية التي قالت إسرائيل أنها تريد تحقيقها في قطاع غزة ربما بات من الصعوبة بمكان أن يكون موضع تنفيذ، خاصة وأن 7 أشهر من الحرب ربما لم تحقق إسرائيل فيها إنجازا عسكريا واضحا. دخول مدينة رفح الفلسطينية سيكون له تداعيات كبيرة على إسرائيل قبل أن تكون له تداعيات على فلسطين وعلى الولايات المتحدة مثل ما أشرت مسبقا، ولذلك القيادة العسكرية الإسرائيلية تريد المضي قدما في هذا الاتفاق لحفظ ماء الوجه من تحقيق إخفاقات عسكرية متوالية. وبالتالي ومع ذلك يا أستاذ محمد وأنت تتحدث عن إخفاقات عسكرية إسرائيلية واضحة حتى الآن على الأقل، نتنياهو منذ قليل يتحدث على أن هذه الحرب سوف تنتهي بانتصار واضح، يقول أيضا في تصريح منذ لحظات أن إسرائيل مصممة على إعادة المحتجزين في غزة، وبالتالي يعني هو يحاول اللعب على هذا الوتر من وقتنا الآخر حتى مع هذه الأخبار بشأن يعني الورقة المصرية والتقدم في المفاوضات. وتصريحات نتنياهو الأخيرة ربما تتفق مع تصريحه منذ أيام بأن اجتياح رفح سيتم سواء إذا تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل إلى اتفاق. صحيح. الهدف الأساسي لنتنياهو في هذه المرحلة هو الحفاظ على مستقبله السياسي من جانب، والجانب الآخر هو الحفاظ على إرثه التاريخي داخل إسرائيل من جانب آخر. لا يريد نتنياهو أن يقول الإسرائيليون لاحقا في سنوات قادمة بأن نتنياهو هو الذي عرض إسرائيل إلى هزيمة، وبالتالي لا سبيل له للحفاظ على ماء وجهه سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل إلا المضي قدما في العمليات العسكرية.
لا أمل بأي ما حق هنا إيجابي. الإشكالية أستاذ محمد، يعني من واقع قراءتك وفهمك لطبيعة المشهد السياسي في إسرائيل، هل هذا الجناح الذي يمثله نتنياهو المتحالف مع اليمين المتطرف سموتريتش وبن غفير، واللذان يمثلان كما يقول الإعلام الإسرائيلي في كثير من الأحوال مسدس موجه دوما صوب رأس نتنياهو، سوف يكون له الغلبة في أي مفاوضات، أم أنه أيضا ربما الجناح العسكري الجناح الأمني ربما أيضا يكون له يعني ما يرجح كفته في مباحثات قادم الأيام؟ هناك الكثير من الأوراق التي ترجح ربما كفة الجانب العسكري أو القيادة العسكرية في إسرائيل، خاصة وأنها هي الطرف الذي يحارب على الأرض، وقد رأينا خلال الأيام والأسابيع الماضية وجود حالة من التململ لدى القوات الإسرائيلية المحاربة في قطاع غزة، ربما رأينا انسحابات لعدة ألواح وفصائل من قطاع غزة، رأينا معارضة من جانب عشرات الجنود من استمرار القتال، وبالتالي هو أمر يرجح كافة القيادة العسكرية، ولكن على الكافة الأخرى نتنياهو يجد نفسه عالقا ما بين تهديدات سموتريتش وبن غفير بإسقاط الحكومة، وبالتالي هو يحاول التغلب على هذا المأزق، على الرغم من أن يائير لبيد زعيم المعارضة قد طرح له فكرة أن يتخلى عن سموتريتش وبن غفير، وقبل ذلك طرح الأمر بني جانتس، ولكنه يصر على هذا التحالف على اعتبار أنه إذا ما وصلنا إلى مرحلة ما بعد الحرب، وإذا استمر نتنياهو إلى مرحلة ما بعد الحرب، لن يكون هناك طرف إسرائيلي قادر على التحالف معه سوى هذا الطرف اليميني المتطرف، وبذلك نتنياهو يصر على استمرار التحالف مع بن غفير وسموتريتش، ولكن قادم الأيام ربما يؤشر على إمكانية أن تكون هناك حلحلة في الموقف الإسرائيلي، خاصة مع الضغوط الأمريكية والغربية المتواصلة، وبالتالي التوصل إلى الاتفاق بالوساطة المصرية.